بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 119. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله في باب الوقف: ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك، يملك على معين يملك، لا ملك وحيوان وحمل وقبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الشرط الثالث من شروط صحة الوقف: اشترطوا في غير المسجد ونحوه مما كان الوقف فيه على غير جهة عامة، اشترطوا فيه أن يكون على معين يملك. أما إذا كان الوقف، لأنه سبق لنا أن الوقف على قسمين: وقف على جهة، وهذا انتهى الكلام فيه، والنوع الثاني الوقف على معين. المعين قد يكون مسجدا كمسجد بني فلان، فهذا لا، هذا لا يشترط فيه الملكية وإن كان معينا. المسجد ولو كان معينا لا يشترط فيه أنه يملك، لأنه جهة بر، لأنه جهة بر هو إحسان، فيصح الوقف على مسجد معين ولو لم ولو كان المسجد لا يملك. أما في غير المسجد، وقال نحوه يعني نحو مثل المدرسة المعينة أو الرباط المعين، فهذا يصح ولو كان هذا الشيء لا يملك، لأن هذه جهة بر، والمراد الوقف على من، على من ينتفع به، كالمسجد الذي يصلي فيه الناس، والرباط الذي يسكن فيه الفقراء وطلبة العلم، أو المستشفى الذي يتعالج فيه الناس، أو الملجأ الذي يكون فيه المحتاجون، فهذا لا يشترط فيه أن يملك وإن كان معينا. أما غير هذه الأشياء فيشترط إذا كان الوقف على معين أن يكون هذا المعين ممن يملك، فإن كان لا يملك فلا يصح الوقف. مثل لو وقف على ملك من الملائكة، كما لو قال هذا الوقف على جبريل أو على ميكائيل، فهذا وقف لا يصح، لأن الملك لا يملك، إنما الملكية هذه خاصة ببني آدم. وكذلك لو وقف على حيوان، قال هذا الوقف على الحيوان الفلاني، يعلف منه ويسقى منه، هذا لا يصح وقفا لأن الحيوان لا يملك. مثل ما يفعل الكفار لكلابهم أكرمكم الله. نعم، أحيانا بعض أغنياء الكفار يقفوا على حيوانه. ليس بعد الكفر ذنب. نعم، إنما نتكلم مع الكفار، نتكلم مع المؤمنين. فلو وقف على حيوان ما صح، لأن الحيوان لا يملك، لا يملك. وإن كان الإحسان إلى الحيوان مطلوب، لكن لا يحسن إليه بالوقف، لأن هذا إضاعة للمال، بل يحسن إليه بدون وقف. نعم، وحمل وقبر. وقبر لا يوصي إلى قبر، هذا سبق لنا إنه لا يجوز الوصية لعمارة القبر أو البناء عليه أو تسريجه أو وضع الستائر عليه، فلا يجوز هذا من ناحية العقيدة، وأيضا لا يجوز من ناحية أن القبر لا يملك، أن صاحب القبر لا يملك، لا يملك، لأنه ميت، والملكية من خواص الأحياء. الأحياء.
وكذلك الوصية للحمل، لو قال هذه الدار وصية على هذه الدار وقف على هذا الحمل لا يصح، لأن الحمل ما دام في البطن فإنه لا يملك حتى يولد، وهذا فيه نظر، لأن بعض العلماء يصحح الوقف على الحمل لأن مآله إلى أنه أنه يولد وأنه سيملك. ونعم، قال لا قبوله ولا إخراجه عن يده، يعني لا يشترط في الوقف أن يقبله الموقوف عليه، فإذا صدر الوقف من الواقف بصيغه الماضية القولية أو الفعلية أو بالفعل الدال عليه فإنه ينعقد ولو لم يقبل الموقوف، فإن قبله الموقوف فبها، وإن لم يقبله فإنه يصرف إلى جهة البر وجهة الخير، نعم، فيكون مصرفه كمصرف المنقطع الوقف المنقطع، نعم. تقول الشيخ ما يقبلها الموقوف؟ الموقوف عليه، لو وقفت الدار على فلان وقال فلان أنا ما بيها الوقف هذا، نقول ما الوقف انعقد وصح، فإن أخذه من وقف عليه فهو له، وإن لم يأخذه فإنه يصرف على جهة بر كالوقف المنقطع، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا إخراجه عن يده، ولا إخراجه، ما يشترط في أنه إذا وقف شيئا أن يخرجه عن الاستيلاء عليه ولا يكون له عليه ولاية ولا سلطة، بل لا بأس أنه يتولاه ويكون في يده ما دام حيا، لأن عمر رضي الله عنه كان هو الناظر على وقفه مدة حياته، كان هو الناظر عليه مدة حياته، ومن بعده أوصى به إلى حفصة رضي الله عنها، ثم من بعدها الصالح من أهله، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل، ويجب العمل بشروط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك. نعم، يجب العمل بشرط الواقف، ولا يجوز تغيير الوقف عن شرط الواقف، بل ما دام شرط الواقف يتمشى مع الوجه الشرعي فإنه لا يجوز تغييره، قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، فما دام أن شرط الواقف لا يخالف الشريعة فإنه لا يجوز تغييره ولا تبديله، ويبالغ بعض الفقهاء فيقول شرط الواقف كنص الشارع لا يجوز تغييره، وهذا له اعتبار من ناحية أنه إذا كان على بر وعلى موافقة للشرع فإنه لا يجوز تغييره كما لا يجوز تغيير نص الشارع، أما إذا كان نص شرط الواقف يخالف الشرع فهذا لا بد من تغييره، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، فيجب تغيير ما لا يجوز شرعا من شروط الواقف، لأن هذا كما سبق أنه لا يجوز الوقف على جهة كفر أو جهة معصية كالكنائس والقبور وكتب الزندقة والإلحاد، نعم. قال في جمع وتقديم وضد ذلك، لكن المراد بشرط الواقف الذي يجب العمل به ما لا يختلف مع الشريعة، كما لو شرط الجمع، كما لو قال هذا الوقف على أولادي وأولاد أولادي فهذا يحكم بأنه جمع فيصرف على الأولاد وأولاد الأولاد، لأنه جمع بينهما ولم يجعل أولاد الأولاد بعد الأولاد، وإنما جمع بينهم في الوقف فيتساوون فيه، هذا هو الجمع، نعم. وتقديم كما لو قال هذا الوقف على أولادي يقدم الفقراء منهم والمرضى منهم والمحتاجون منهم فيقدمون على غيرهم من الأولاد، عملا بشرط الواقف، نعم. وضد ذلك يعني ضد الجمع الترتيب،
لو قال هذا الوقف على أولادي ثم من بعدهم أولادهم ما تناسلوا، فهنا يجب الترتيب ولا يجوز الجمع، لأن الواقف نص أو شرط الترتيب. نعم. واعتبار وصف وعدمه وترتيب ونظم. واعتبار وصف وعدمه، إذا شرط الواقف اعتبار وصف كالعمى والزمانة والمرض، لأن قال هذا الوقف على الأعمى من أولادي أو على المريض من أولادي، فإنه يعمل بهذا الوقف ويخص به من خصه بهذا الوصف، ولا يجوز تجاوزه، لأن هذا تغيير لشرط الواقف. أو قال هذا الوقف على أولاده العلماء أو الفقهاء أو الصالحين من أولاده، فإنه يخص به أهل الصلاح وأهل الفقه وأهل العلم منهم، لأن هذا وصف شرطه الواقف فيعمل به. نعم. لو قال هذا، ويحدث فعلا في بعض أوقاف الواقفين أنه قال أهل الصلاح، من يحكم أن هذا الولد من الصالحين أو ليس منهم؟ يحكم بذلك القاضي بشهادة الشهود صلاحه. نعم. وترتيب ونظر وغير ذلك. ترتيب، كان قال هذا الوقف على أولادي ثم من بعدهم أولادهم ثم من بعدهم أولاد أولادهم، فيعمل بهذا الترتيب ويكون الوقف هذا على بطون، إذن قرض البطن الأول ينتقل إلى البطن الثاني، وإذا انقرض البطن الثاني ينتقل إلى البطن الثالث. أو قال هذا الوقف على أولادي ثم هو على المساكين، فما دام له أولاد فإن الوقف يكون لهم، وإذا انقرضوا يكون من بعدهم للمساكين. نعم. ونظر، وكذلك يعمل بشرط الواقف في النظر، إذا شرط النظر له ما دام حيا ثم من بعده أحد أولاده، نص على أحد أولاده أو غيرهم، فإنه يعمل بشرطه في النظر، لأن عمر رضي الله عنه جعل النظر له ما دام حيا ثم من بعده ابنته حفصة أم المؤمنين ثم من بعدها الصالح من أولاده. نعم. وغير ذلك. وغير ذلك من شروط الواقف، وإنما هذه أمثلة، وإلا فالشروط لا حصر لها تزيد وتنقص بحسب اصطلاح الناس. نعم. نعم. قال فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما. إذا قال هذا الوقف على أولادي أو على بني فلان ولم يميز بوصف، فإنه يكون بوصف فقر مثلا أو وصف صلاح أو ذكورة أو أنوثة، فإن غلة الوقف تقسم بينهم على السوية، لأنه لم يميز بعضهم من بعض، الغني والفقير والذكر والأنثى يقسم بينهم على السوية، لأنه لم يخصص الفقراء ولم يخصص الذكر أو الأنثى، فيعمم ذكورهم وإناثهم وأغنياؤهم وفقراؤهم، لأن كلهم يدخلون تحت شرط الواقف. نعم. والنظر للموقوف عليه. النظر هو كما سبق على حسب شرط الواقف، فإذا لم يكن الواقف نص على ناظر معين فإن الوقف إن كان على جهة بر فإن النظر فيه للقاضي، إذا كان الوقف على جهة بر ولم يعين له ناظرا فإن النظر يرجع فيه إلى القاضي، لأنه نائب عن تلك الجهة. وأما إذا كان الوقف على معين وهو لم ينص على ناظر فإن النظر يكون للموقوف عليه، النظر يكون للموقوف عليه. نعم. وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته،
إذا وقف على ولده ثم ولد ولده، فإن ولده وهم البطن الأول يستوي فيه الذكور والإناث لأنهم كلهم من صلبه، ثم على أولاد أولاده الذكور والإناث لأنهم أيضا من أولاده، ما تناسلوا ولو نزلوا، إلا أولاد البنات فإنهم لا يدخلون في الوقف على الذرية لأنهم أولاد غيره، كما قال الشاعر: أبناء بنونا بنونا بنو أبنائنا وبناتهن أبناء الرجال الأباعد. هذا على المذهب، والقول الصحيح أن أولاد البنات يدخلون في الذرية، وأن تخصيص أولاد الذكور دون أولاد البنات هذا من الجنف الذي نهى الله تعالى عنه، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الصحيح أن أولاد البنات يدخلون في الذرية، لأن الله ذكر عيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم، من ذرية إبراهيم، وعان عيسى عليه السلام من ولد بنت، من ولد بنت ولا أب له، فهو ولد بنت، ومع هذا جعله الله من ذرية إبراهيم ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، كذلك نجي المحسنين، وزكريا وأحياء وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. نعم، أحسن الله عليكم. قال: كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه، ولو قال على بنيه أو نعم، هذا بعد قوله كما لو قال على ولد ولده، يشمل الذكور والإناث من ولد ولده وذريته لصلبه، يخرج أولاد البنات لأنهم ليسوا من أولاد صلبه وإنما هم أولاد أناس آخرين، ولكن هذا كما ذكرنا قول مرجوح، والصحيح أن أولاد البنات يدخلون في الذرية. نعم. ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، لو قال هذا وقف على بنيه اختص بأولاده الذكور دون الإناث، لأن لفظ الابن يختص بالذكر، ولهذا يقال ابن وبنت. نعم. أو كذلك بني فلان يختص بذكور أولاد فلان دون إناثهم. نعم. قال تعالى أم له البنات ولكم البنون، ففرق بين البنات والبنون. نعم. إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم. نعم، إذا قال هذا الوقف على بني فلان، قبيلة على بني فلان، على بني هاشم مثلا، فإنه يدخل فيهم الإناث، لأن الإناث يدخلون في القبيلة، يدخلون في القبيلة وتحت لفظة بني فلان، فيدخل الإناث دون أولادهم من قبيلة، دون أولاد بناتهم من قبيلة أخرى كما سبق. نعم. والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى، لو أوصى على قرابته فإنه يشمل الذكر والأنثى لأن الأنثى من قرابته، كذلك لو أوصى لأهل بيته فإن ذلك يشمل الذكر والأنثى لأن بناته من أهل بيته. نعم. يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، إلى هذا الحد، إلى جد أبيه، فقرابته هم قرابته هم أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، وما فوق جد أبيه لا يكونون من أقاربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في الخمس على بني هاشم، وهاشم هو جد جده، هاشم هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، دل على أنه إذا قال على قرابته فإنه يشمل أولاد جده وما دونهم. نعم.
هذا مما يختص به هذه القرابة، يعني هذا حد للقرابة تختص فيه. أي نعم. هل لهم أحكام أخرى يكون لهم تميز عن غيرهم من لا، قرابة هم أولاد جد الجد وما دونه. نعم. قصدي هل لهم تميز آخر عما فوق ذلك؟ كنون قبيلة، كنون قبيلة. ما كان فوق جد الجد يكونون من قبيلة، من القبيلة وليسوا من القرابة. نعم. قال وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. إذا وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث من قوله على أولادي أو على بني على أولادي أو على بني فلان أو أولاد فلان، إذا وجدت قرينة فإنه يعمل بها فيدخل الإناث. قرينة تقتضي دخولهن أو قرينة تقتضي حرمانهن فإنه يعمل بذلك. نعم. وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي. إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم ومعرفتهم فإنه يجب تعميمهم، فلا يعطى بعضهم ويترك البعض، لأن الوقف على جميعهم. أما إذا كان لا يمكن حصرهم كبني تميم أو بني فلان قبيلة كبيرة فإنه لا يمكن حصرهم، يتعذر حصرهم فلا يجب تعميمهم، وإنما يعطى ولو واحد منهم. نعم. وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. نعم. إذا لم يمكن تعميمهم والتسوية بينهم فإنه يجوز الاقتصار على بعضهم وتفضيل بعضهم على بعض، لأن مقصود الواقف بر ذلك الجنس، وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم، ولأن تعميمهم متعذر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه. الوقف عقد لازم، والعقد اللازم هو الذي لا يجوز فسخه من الطرفين. فإذا قال هذا وقف أو هذا محبس أو هذا مسبل، فبمجرد صدور اللفظ أو ما يدل على الوقفية فإنه يكون وقفا بمجرد ذلك، ولا يجوز له أن يتراجع بعد ذلك، بخلاف الوصية، فإن الوصية له أن يتراجع عنها ما دام على قيد الحياة. أما الوقف فإنه ينعقد من حين صدوره ويخرج عن ملكه، فلا يجوز له بعد ذلك أن يتراجع أو أن يبيعه أو أن يهبه، لأنه صار خارجا عن ملكه. نعم. قال لا يجوز فسخه ولا يباع. هذا ثمرة أنه عقد لازم، ثمرة أنه عقد لازم لا يجوز فسخه بأن يتراجع عنه، ولا يباع، لا يجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على وقفه الذي قال فيه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. نعم. إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله. الوقف لا يجوز بيعه ولا نقل الملك فيه، لأنه أصبح محبسا، فلا يجوز نقل الملك فيه إلا في حالة واحدة، إذا تعطلت منافعه التي من أجلها وقف. فإذا تعطلت منافعه، والنظر في هذا إلى القاضي هو الذي يحكم بتعطل منافعه، فإنه حينئذ يباع ويصرف ثمنه في مثله، يعني في وقف مثله على الجهة أو على المعين الذي وقف عليه الواقف. نعم. لأن هذا يؤدي الغرض المطلوب، ولأن بيعه أصبح ضرورة لتعطل منافعه، فبقاؤه مع تعطل منافعه يكون فيه انقطاع لنفعه، فإذا نقل إلى مثله استمر النفع به. نعم. قال ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد وآلته
وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر. نعم، ومن ذلك يعني من الوقف الذي تعطلت منافعه المسجد إذا هجر وأصبح لا يصلى فيه، فإنه يجوز بيعه من قبل الحاكم أو من قبل ولي الأمر، يجوز بيعه ثم يصرف ثمنه في مسجد مثله، في مسجد مثله. نعم. والصدقة به على فقراء المسلمين. نعم، أعيد العبارة. قال ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد وآلته. وآلته يعني بناؤه وأخشابه، آلته يعني آلة البناء ومواد البناء التي ينتفع بها، فيجوز أن يهدم وأن تباع أخشابه وأن يباع أحجاره التي بني بها، ويباع أيضا الحديد الذي يستعمل الآن إذا كان ينتفع به، وتؤخذ القيمة وتصرف في مسجد في عمارة مسجد آخر. نعم. وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين. نعم. وما فضل عن حاجة المسجد، إذا كان مسجد عليه أوقاف كثيرة ورصد منها ما يكفي له في المستقبل وبقي أموال، فإنه يجوز صرفها في مسجد آخر في نظيره، فالفائض عن حاجة المسجد من غلة الوقف يصرف في مسجد آخر، لأن هذا يدخل في نفع الميت وفي غرض الميت. نعم. أحسن الله إليكم. وإذا لم يكن هناك مسجد آخر، إذا لم يكن هناك مسجد آخر فيجوز صرفه للمساكين، لأن هذا أيضا ينفع الميت. نعم. أحسن الله إليكم. في نهاية باب الوقف وقبل نهاية البرنامج بدقائق، نحب أن توجهوا كلمة للمسلمين للعناية بالوقف، خاصة وأن المسلمين جزاهم الله خيرا إنفاقهم كثير جدا لكن يحتاج توجيها، والنصارى أذلهم الله ينفقون على باطلهم كثيرا جدا، حتى يذكر أن الكنيسة لها 5 ملايين موظف مفرغ في العالم. لا شك، وتقدم أول في أول الباب أن الوقف أنه عمل خير وأنه ثابت بالسنة وبعمل المسلمين، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، والصدقة الجارية هي الوقف، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فينبغي، وجابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول ما من أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم له سعة إلا وقف. فالوقف عمل صالح وعمل طيب، فإذا كان على جهة ينتفع بها المسلمون كالوقف على المساكين وعلى الفقراء وعلى طلبة العلم المحتاجين وعلى المساجد وعلى تعليم العلم النافع وعلى طباعة الكتب وعلى الدعاة إلى الله عز وجل وعلى تدريس القرآن وتدريس العلم، لا شك أن هذه أعمال جليلة. فينبغي لذوي اليسار وذوي الغنى والثروة أن لا يحرموا أنفسهم من هذا المرفق الهام والعمل الجليل، فينبغي لهم أن يوقفوا وأن يختاروا من الأوقاف ما فيه غلة ونفع يستمر من بعدهم، ليكون ثوابا يجري عليهم بعد موتهم، فإن أعمالهم ستنقطع عما قريب، ولا يبقى لهم من الأعمال إلا هذه الأمور الثلاثة: إما علم نافع ينتفع به، وإما ولد صالح يدعو له، وإما صدقة جارية. وقد لا يتوفر للإنسان الولد، وقد لا يكون صالحا، وقد لا يتوفر لأكثر الناس العلم، ولكن يتوفر عندهم المال، فالمال يكثر في أيدي الناس الآن، فهو فرصة لمن مكنه الله عز وجل أن يقدم لآخرته ولنفعه بعد موته
من الأوقاف الخيرية التي فيها نفع للأفراد ونفع للجهات الخيرية، ويستمر عملها ويستمر خيرها لهم بعد موتهم. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.